انا هدخل في القصه الثانيه على طول. امبارح كانت معانا هنا حلقه خاصه بنتناقش فيها عن البورصه، ازاي ممكن تستثمر في البورصه، وخصوصا ان الحكومه المصريه هتطرح مجموعه من اهم الشركات علشان تكون متداوله في البورصه، اسهمها موجوده في البورصه. لكن النهارده كان في حاله من حالات القلق بعد خسائر كانت حاده وعنيفه بدات من امبارح، والنهارده كمان كملت وصلت ل 35 مليار جنيه. تعاملات النهارده المؤشر الرئيسي اي جي 30 اللي بيضم اهم واكبر 30 شركه بالبورصه كان فيه تراجع بهبوط في عدد الاسهم. لكن احنا مش هنقدر نقيم الموضوع، اللي يقيم الموضوع هم الخبراء، وخبيرتنا اللي موجوده معانا هي الاستاذه رانيا يعقوب، عضو مجلس اداره البورصه المصريه، وهتشرح لنا مجموعه من التفاصيل. اهلا بحضرتك معانا يا استاذه رانيا. مساء الخير واهلا بيك، ازي حضرتك يا استاذه كريمه؟ استاذة رانيا، احنا ما فهمناش اسباب الخسائر اللي حصلت النهاردة بالارقام الضخمة اللي بنسمعها، ومعنى الخسائر دي ايه في التعاملات في البورصة؟ طيب، هي الخسائر او النزول العنيف في البورصة المصرية ابتدى مع بداية هذا الاسبوع، وخليني اقول لحضرتك ده كان تأثرا باللي حدث في الاسواق الامريكية من اعلان افلاس احد البنوك، ثناء اعلانين لافلاس بنكين اخرين، وانخفاض حاد لاسهم قطاع البنوك امتد مش بس للبورصه الامريكيه، لا ده كمان البورصات الاوروبيه والاسيويه اللي انخفضت بصوره كبيره جدا ومتسارعه في وسط مخاوف كبيره جدا من ازمه عالميه او احتمال وجود ازمه ماليه واللي هتبتدي بالقطاع المصرفي. اللي بيحصل عندنا في البورصه في الحقيقه ما يخصش القطاع المصرفي المصري، بالعكس احنا القطاع المصرفي المصري قوي جدا. ما تمش الاعلان ان في اي من المبيعين المصريين كان عنده اموال موجوده او من رجال الاعمال عنده اموال موجوده في هذه البنوك اللي افلست، ولكن في الحقيقه ما يحدث في البورصه المصريه هو نتيجه مبيعات الاجانب وتسارع المبيعات الاجانب على مدار الثلاث جلسات الماضيه. طيب يعني هل ده حاله مستمره خلال الفتره اللي جايه طول ما موجوده الازمه في امريكا ومجموعه البنوك بتعلن افلاسها والمخاوف موجوده في امريكا، معناها انها تستمر الازمه عندنا في البورصه؟ ونصايحك ايه في الحاله دي؟ لا، خليني اقول لحضرتك ان زي ما في طرف بايع كان في طرف بيشتري، زي ما كنا بنلاقي مبيعات قويه من الاجانب كنا شايفين المؤسسات المصريه هي بتنتهي في الطرف المشتري امام هذه المبيعات. فده معناه ان احنا عندنا قوة شرائية، وعند ما يحدث في البورصة المصرية ده مجرد عرض، ومن المتوقع حتى ان الازمة اللي موجودة في امريكا مع ظهور بيانات ايجابية النهاردة بشأن معدلات التضخم، فبالتالي بيبقى في نوع من التفاؤل ان الفدرالي الامريكي ممكن يخفف من وتيرة رفع الفايدة، وبالتالي نشوف انحسار للازمة. فمما لا شك فيه ان اللي بيحصل في البورصة المصرية ده عرض ومش متوقع ان احنا نشوفه يستمر. والاتجاه العام للبورصة الصاعد، في اسهم كتيره وصلت لمناطق جيده جدا، وشايفين في ابتدينا نشوف عمليات شراء بصوره نسبيه، عندنا قطاعات قويه جدا في البورصه. البورصه المصريه صعدت في الربع الاخير من السنه اللي فاتت وبدايه هذا العام، واحنا متوقعين ان احنا نستكمل الاتجاه الصاعد خلال الفتره القادمه مع انحسار الازمه الحاليه. تمام، يعني نصايح حضرتك للناس انها تهدى، المجموعه دي اللي بيحصل ده مؤقت وزايل، لان البورصه المصريه مستقره خلال الفتره اللي فاتت وان شاء الله اللي جاي افضل. بالظبط كده، ودايما بننصح الساده المستثمرين ان الاستثمار في البورصه او التعامل في البورصه بيكون على المدى الطويل، وانك ازاي تختار سهمك، اسهم في اسهم قويه ماليا واسهم جيده جدا واسهم صعدت، ورغم الهبوط اللي احنا بنشوفه في البورصه لسه الاسهم دي محافظه على اتجاهها الصاعد. فبالتالي البورصه او المستثمر اللي بيستثمر في البورصه المفروض ان هو ما يتحركش تحركات سريعه ومنفعله مع الاحداث اللي ممكن تبقى على المدى القصير. وضحت جدا، شكرا جزيلا للنصيحه وللتوضيح الاستاذه رانيا يعقوب، عضو مجلس اداره البورصه المصريه.